السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الطلاب المميزين، الطلاب الأذكياء، الطلاب الشطار، ربي يحفظكم وأشوفكم بأعلى المراتب، ربي يوفقكم إن شاء الله وأشوفكم بالمكانات الراقية، محققين الطموح، خلصاني من المرحلة المتوسطة واصل المرحلة الإعدادية إن شاء الله. اليوم راح أشرح لكم على أكتيفيتي بوك اللي هو تمارين الكتاب للصف الثالث المتوسط الوحدة الأولى، مواضيع سهلة ومواضيع بسيطة نحل التمارين المهمة، التمارين الوزارية، التمارين اللي متكررة بالوزاري. عندنا أول تمرين واللي هو Lesson 2 تمرين أي، عندك كلمات المفروض تدرس بها الفراغات بدون ما أعرف المعنى وبدون ما أركز على المعنى. أول وحدة عندي What are you؟ من أشوف الفعل المساعد Is، Am، are، was، where، مع فاعل سواء قبله أو وراه، فالاختيار بالفراغ يكون فعل مضاف إليه ing، فعل مضاف إليه ing، يعني إذا عزل الذني راح يظل عندي فعليا. بهاي الطريقة يسهل عليك شوية الاختيارات، الاختيار بين فعليا أسهل من اختيار بين خمس أفعال. فظلت عندنا كيوينج وعدنا doing. What are you doing looking؟ أنت مباشرة تحكي نفسك What are you doing وانتهت. إذن اختيارنا الأول doing. زين see you a minute، من أشوف كلمة a minute معناها قبلها أكو حرف جر، إذا بالاختيارات أكو حرف جر، وين حرف الجر الموجود عندي؟ بس هو إن، لأن حروف الجر إن، آت، أون، فاختياري يكون إن، الأولى دوينج، الثانية إن، ثالثا الأولى دوينج، الثانية إن، ثالثا آي آم إن آ، أشنو؟ هذا الآن من تجي هي والآن يكون بعدها اسم لشيء، يعني اسم لشيء. زين إن اختاريناها، دوينج اختاريناها، انشزهن ظلن عندي ثلاث اختيارات. عندي نو ما يصير أقول I am in a و no، ما يصير غلط. زين شلون شزيت انا بعد ما اختارتها وشزيت، يلا المهم هذه نلغيها، ظلت عندنا كيوينج وكيو. زين الاختيار بياناتهم شنو راح يكون؟ اروح اشوف اكو فعل مساعد وفاعل، اكو فعل مساعد وفاعل الخامسه، يعني اختياري هنا راح يكون كيوينج. زين معناها انا اختارت هذه ايضا، ظلت عندي نو وكيو وهذا اسم مجرد كامل، اذا هذا يكون اختياري راح يكون كيو اللي هو طابور، انا في الطابور. There is no time، ما عندي بس كلمة no، اختار no. الاولى doing، الثانية in، الثالثة كيو، الرابعة عندك no، والخامسة queuing. هذا بالنسبة للاختيارات إذا جاك سؤال على شكل اختيارات. التمرين صفحة 4 باليونت الأول، نجي النوم عندنا التمارين الأخرى، التمرين الآخر اللي هو Listen to تمرين C صفحة 5، صفحة page 5، عندك كلمات منطقة. شوف What were the children doing، شو قايل لك were و doing، يعني كانوا يعملون. زين انا اعرف قاعده المضارع المستمر، الماضي المستمر فاعل زائد was where زائد فعل مضاف اليه ing زائد تكمله، بس سؤالي جاء الفاعل هنا والواز والوير هنا، شوف جاينا الفاعل وجاي هنا، معناها يريد هذا الافعال من قايل كومبليت يريدها بالماضي المستمر، فانا اختياري يكون بالماضي المستمر، وحسب المعنى اي كلمه اختارها، اي كلمه من ذني اختارها، أشوف الفاعل مفرد أخلي was، جمع أخلي where، وأجيب أي فعل أخلي مضاف ing.
زين نجي على الجملة الأولى، أنا عندي الأفعال كم وحاطها في اثنين، يعني مرتين استخدمها، يعني يأتي إيت يأكل، ويت ينتظر، درينك يشرب، ويت مخليها في اثنين. جاسم أبرجر، أبرجر شنو؟ خما يأتي للبرجر، لو ينتظر البرجر، لو يشرب البرجر، يأكل البرجر. إذن إيت إيت وخلي لها آي إن جي مثل ما اتفقنا حتى تصير باستمرارية. زين الفاعل جاسم مفرد لو جمع؟ الفاعل جاسم مفرد، إذا نخلي ووز. فهد، إذا ووز. أكولا، درينكينج يشرب. زين سلوى، إن كيو. سلوى في الطابور بسره واقفة، شنو؟ درينك راحت، إيت راحت، ظلت ويت وكم؟ إذن ويت، ويتينج تنتظر. طالع الحروف مخربطة لأن جاي أصور بالموبايل ومو فوق. سلوى مفرد لو جمع مفرد، إذن ووز. إبراهيم مفرد لو جمع مفرد، إذن أخلي ووز. داون إن ذا ليفت، نازل من المصعد، يعني جاي من المصعد، إذن كم؟ والكم نضيف لها اي ان جي، لازم تنحذف الاي بنهاية الكلمة وضيف اي ان جي. حسن داون ذا ستير، انا اختارت كم كومينج ويا داون، إذن شو اختار؟ ايضا كومينج. ووز شو اخلي له؟ ووز لو وير؟ حسن خلي ووز. والخامسة أنا اختارت هاي مرتين واختارت كلن، أكيد تصير waiting. وأشوف الفاعل مفرد لو جمع، أخلي له was لو where. هاي خلصنا من هذا التمرين، نقول بس صفحة ونروح على غير تمرين من تمارين الوحدة الأولى. ما عدنا شيء. هذا التمرين اللي هو عن بانثر 3-0D، وأكو اللي يقول 3-OD، وأنا شخصيا أسميها 3-OD. مشي نجي على التمرين اللي هو تمرين اي بلسن 3 اكتيفيتي بوك بانثر 3 اودي. نيم اوف كار، تذكرون من شرحت على القطعه قلت اسم السياره شنو؟ بانثر 3 اودي. كلمه سيت مقاعد، من قلت لكم تشوف سيت شو تجاوب؟ عدد المقاعد 8. كيلومتر بير لتر، شقد تصرف باللتر الواحد؟ كم كيلومتر؟ 12. سيفتي فيتشرز، من قلت لكم تشوفون ايش تكتبون؟ اير باكس. other extras اللي هي الخصائص الاخرى، شنو الخصائص الاخرى اللي بالسياره؟ نوافذ مظلله، مشغل اقراص، سطح شمسي، سقف شمسي، وعندك الكتريك سيت، مقاعد كهربائيه، الكتريك ويندو، شبابيك كهربائيه، وعندك جي بي اس، نظام تحديد المواقع. نظام تحديد المواقع، هذا الأسئلة مهمة على القطعة مال بانثر 3 أودي. نقول بالصفحة ماكو شيء، نجي على هذا التمرين وهو أيضا تمرين مهم. مثل ما قلت لكم أنا حل التمارين المهمة واللي متكررة وزاري واللي جاية وزاري، التمارين البقية مجرد حشو كلام بس زيادة معلومات وزيادة كلمات. زين write the opposite، شوف من تشوف كلمة opposite يعني شي يريد معاكس. The opposites رايد معاكس. إلى نهاية الجملة you can use the adjectives in the table in exercise to help you. تستخدم الكلمات كذا وتستعملها، ما لنا شغل. terrible مزعج، شنو عكسه؟ fantastic مدهش. expensive غالي، عكسها رخيص cheap. boring ممل، عكسه interesting ممتع. ugly قبيح، عكسه beautiful جميل. dangerous خطير. safe امين. old قديم. new جديد. modern حديث، تكتب لو new تكتب لو modern. unimportant عكسه important، من تشوف كلمة منتهية بدايتها un وطالب من عندك عكسها بس احذف الآن بس،
هذه تفيدك من تشوف كلمة بداية أن ومباشرة بس حذف الآن. زين ترجع النوب على تمرين إي بصفحة 9، الفرق بين كوايت وريلي، ريلي وكوايت، ومثل ما شرحنا قواعديا وهالموضوع شرح بمواضع القواعد أن هذن الكلمتين ريلي وكوايت، واحدة تجي الوصفة الكلمة اللي هي ريلي تجي الوصفها الأكثر فخامة مثل هذا الموضوع صعب جدا أقول ريلي، وإذا قلت هالموضوع صعب جدا بس مو مثل مواضيع العام راح اختار كوايت لأن قللت الصعوبة مالته. اعتمادي يكون على المعنى وعلى قاعدة ثانية، المعنى بشكل أولي لكن القاعدة الثانية إذا شفت أو آن قبل الفراغ يكون اختياري ريلي، إذا شفت أو آن بعد الفراغ يكون اختياري كوايت. زين The panther is fast. You have to be careful. البانثر اثنين جدا جدا سريعة، عليك أن تكون حذرا. زين يعني سريعة حيل لو سريعة شوية، هو جاي يقول لي يكون حذر يعني سريعة حيل، إذن اختياري يكون ريلي. It is a، وين الآ؟ قبل الفراغ، قبل خلي ريلي بدون ما أكمل الجملة. I think this is a cheap، قبل خلي كوايت لأن آ جتني بعد الفراغ. أجي على خير. The exam was quite difficult. الامتحان جدا صعب. But not like the one last year. بس مو مثل العام. يعني صعوبته مو مثل العام. إذا جدا صعب بريلي. لو جدا صعب بكوايت. كوايت تقلل. ريلي حتى تنطي تفخيم. أختار كوايت.